الدكتور عمر الشنداح محافظا لصلاح الدين بالوكالة، ولجان مشتركة لضبط أسعار المواد الغذائية في رمضان. انطلاق عملية وعد الحق الثالثة ضد الإرهاب بين صلاح الدين وكركوك، والسودان يدعو عشائر شمالي البصرة للوقوف مع الدولة. نشر قوات عراقية لضبط الحدود مع تركيا، وعودة الأسر لمناطقها في دهوك، ونصب أكبر حاجز من الأسلاك الشائكة مع إيران. خيارات السلة الواحدة في ديالى، ومجلس النواب يرفع سقف التأهب بين الشركاء، ودولة القانون يعقد قمة معقوبة للشراكة البديلة.